أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذا الحديث نأخذ منه بعض الفوائد والأحكام المختصرة. ثامنا، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم، مما يدل على أن العبد لا يترك قلبه ولا يترك جوارحه من فعل العبادة التي هي النوافل، لأن الواجبات محتمة عليه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل، فكأنما قرأه من الليل. وهذا يدل على عظيم هذا الأمر.